بشكل اجتماعي ومو مهنه. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن سواق الاجره والضغط النفسي اللي يتعرضوا له من قبل رجال المرور. اذا اعزائي المشاهدين تعالوا ويانا خلينا نشوف اراء المواطنين حول هذا الموضوع. بالنسبة لمخالفات المرور طبعا مخالفات قوية وتكسر الظهر، يعني إذا توقف لك دقيقة واحدة تشيل لك أجرة، هو سجل رقمك بدون ما تدري أنت، تروح تراجع أي مراجعة دائرة المرور تلقى عليك غرامات 250 و300 ما تدري بها، تتضاعف عليك، يعني تكسر الظهر، كلش تكسر الظهر. بالنسبة للمرور يعني اليوقف يبتلي واللي يمشي هم يبتلي، وهالازدحام اللي يشوفه وهالوضعيه مال العيشه الصعبه. صراحه رجال المرور مأذينا، يعني الاذيه اللي مأذينا اياها انه سيطرات ورا سيطره، احنا نطلع من سيطره يطب هو ورا السيطره يصير، يعني ما يترك مسافه. وعندك بعد حزام الامان يريده مضبوط، يريد اجازه ما السوق، هو تشوف حال الوضع بالشارع شلونه. ياخذ منك يقص لك وصل ب 30,000 دينار. وصل، اما الحزام واما يعني مطفأة او مثلث، يجي المفوض ورا يقول لك اجيب لك الوصلين وانطيني 25، لو تروح تدفعها بالقاطع وياخذ مستمسكاتك باكملها يقول لك تدفعها بالقاطع وتجيني الله يعطيك مستمسكاتك، لو يجيك المفوض اللي ورا يقول لك اعطيني 25 واجيب لك الوصلين. يطبقون القانون على الكل، يعني على المواطن وعلى المسؤول وعلى كل، يعني على كل واحد، احنا نكيف حتى لو عليه مخالفه، اذا انا مخالف اوكي. في الوقت الذي تعيش فيه بغداد اختناقات مروريه غير مسبوقه بسبب الاعداد الهائله من العجلات، اضافه الى الاجراءات الامنيه المشدده مثل نقاط التفتيش. دعوة مخلصة إلى الجهات المختصة في الداخلية لوضع حد لبعض التجاوزات لضعاف النفوس. أنا برقبتي عائلة والمرور يوميا يغرمونا 30,000 35,000، احنا مين نجيب واحنا هي عيشتنا، دا نساعد العالم وكرو رخيصة ويوميا قاصينا وصل، تقول له هذا وصل، تقول له هذا وصل ب 30,000، يقول لك انا شعليت. يعني هسه عندك مثل السيارات الكبار بلا اي سبب راسا يوقفه يقص له وصل بلا اي سبب، اي سياره كبيره دا يشوفها الكيه خاصه من الكيه وفوق 2 طن وفوق قاعد يوقفه بلا اي سبب راسا ياخذ يقول له وصل. هيك الشيء الثاني دا يحاسب على الحزام، زين يحاسب على الحزام، هي السياره واقفه وازدحام، يعني انا واقف هسه ساعتين بالازدحام بالشارجه انا لابس حزام، شنو الغايه من عنده؟ قانون المرور يعني كل سائق اذا يلبس حزام يكون الا يمشي في سرعه 60، زين اذا انت انا واقف ولابس الحزام على شنو؟ انا عندي سياره صار لها تقريبا من شهر الرابع 2014 كيا سبورتج على التاجيات اللي كملتها عن طريق الدوره، وما زال لم استلم الرقم من شهر الرابع ولا حد اليوم. شنو السبب؟ السبب انه يقول موجوده بس ارقام ماكو، لوحات ماكو، يعني فد افتراءات هواي كثيره. المخالفات المروريه، المرور هسه شوف ساحة الخلاني، هاي الخلاني بمكان هذا الازدحام، احاسب ابو الكي، ليش احاسب ابو التاكسي يعني؟ ابو التاكسي رجال طالع من الصبح لليل يا دوب يجيب خبزته، لو يحاسب على الحزام، لو يحاسب على موبايل دا يخابر بيه، يعني فد مخالفات كلش مو لائقة يعني، يعني انا حاسب على المخالفة مثل واحد طابق سايد ثاني، عندنا ببغداد الجديدة طابقي لك 4 سايدات مسينا من زين، وبسبب هذا الازدحام حتى الانفجارات تصير. معامله بسيطه الا تجيب النسخه الثانيه، يعني هي نسخه وجينا احنا اثنيناتنا البايع والشاري وما مشينا اياها وما مشينا اياها، وازدحام وصار هيك ولا قراجه كل سواق تاكسي نعاني من هاي القضيه، لان من نطبق احنا على باب الله سواق تاكسي صفر لازم يقص لك وصل، يقول لك ممنوع، زين انت باب رزقك شلون؟
زين، فهذا احد الاسباب اللي نعاني منها من المرور. يسجلون رقم السيارة حتى بدون مخالفة، المهم يسجل رقم حتى تتغرم. أنا بعت سيارة قبل هذه تفاجأت لقيت عليه غرامة 620,000 دينار بدون أي وصل مستلمة باستثناء وصلين اللي هن 40,000. رحت اعترض ما حد شكاني. والله البارحة أنا جاي أمشي بالازدحامات مال بغداد كومش ناحية سيطرات المرور، غرمني 30,000. قلت له على شنو؟ قال لي ما عندك لا مطفاية ولا مثلث. طلعت له المثلث كان يقول لي والمطفايه وين؟ قلت له المطفايه ما شايلها، انا ما عندي المطفايه فما شايلها. كان غرمني 30,000 بسبب المطفايه. هي المطفايه طبعا غرامتها 15,000، فطبقنا اثنيناتهم سويه المثلث والمطفايه، انه انا عندي مثلث فطبقنا اثنيناتهم 30,000. وما الازدحامات كذا وخليها هاي، نطلع الكروان نشيلها ب 5,000 وضل بيها ساعتين وثلاثه. بعدك ما طابوا قصوا لك وصل ب 30؟ لا يخلون واحد يشتغل، لا يخلون اي ماكو لا سيارة. يعني شو اقول لك؟ العالم كلها ترى مو بس احكي لك على نفس او هاي، كل العالم السيارات والدنيا كلها ما يخلون واحد طابق بعد ما ماخذ كارو وتخطيه على باب ولا يطلع من الصباحيات قصوال وصل ب 30. هاي الوصولات طبعا هاي من الصباحيات ب 30,000، بعدنا لا مشتغل دينار، بعدنا حتى ما مستفتحين. نتمنى من رجال المرور ان يتعاملوا مع اصحاب العجلات بالمسؤولية والعدالة، بعيدا عن المزاجية واستغلال القانون. إذا أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في الحلقة القادمة وقضية أخرى من قلب الشارع العراقي.